Okay, 1, 2, 3. It's a sin. It's a new day. Thank you. السلام خوتي خواتاتي، فيديو جديد ان شاء الله ويوم جديد وبلوك جديد ان شاء الله. غادي نعيشو معنا تعيشو معنا هذا النهار. اوكي دابا يلاه لقيتوني فقتني وجيت فطرت هنايا. شنو بغيت نقول اليوم؟ بغيت نشكركم بزاف، بغيت نشكر جميع الاخوان اللي كيدعموني، الناس اللي دخلوا جداد لاشين وشافوها وعجباتهم وداكشي. فعلا شكرا 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 بزاف، وشكرا للناس اللي كيصيفطوا لي كيقول لي مرحبا بك هنا مرحبا بك هنا. كاين اللي كاع في تركيا وقال لي مرحبا بك. والله الا ان شاء الله فعلا غتحققوا لي جميع الاحلام اللي كنتمناها ان شاء الله. وشكرا للناس اللي كيقول لي صيفط لنا العنوان ديالنا نصيفطوا لك هدايا. والله الا فرحتوني بزاف. حيت انا كنقول باقي وقت هادشي وهادشي، ولكن كنشوف الدراري كيتفاعلوا معايا وكيبغيو يحفزوني. زعما ايوب السمر راه حنا متبعينك، راه حنا كاين اللي كيصيفط من روسيا من امريكان فرنسا تبارك الله. والله الا الحمد لله، وهذا خير 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 كثير بزاف. كما كتشوفوا انا كندير غير فيديوهات بسيطه والحمد لله. مني كتعجب العائله ديال ايوب الحمد لله، هذا شيء كيفرح بزاف وفعلا كيخليني في الصباح نفيق مع نشيط. والحمد لله كنقول مني كنسمع ديك الكلمات الجميله فعلا كتشحنني بالطاقه الايجابيه، باش نشحن اخواني بالطاقه الايجابيه كذلك. خوتي يلا نخليكم ايجابيين ان شاء الله وفرحانين ونعيشوا هذا النهار. لقيتوني غادي نمشي ان شاء الله لاصال. يا شو لاصال، نحيو الطاقة الإيجابية. ليتس جو. الحمد لله دابا خرجنا من لاصال والطاقه الايجابيه رجعت لنا الحمد لله. يا بس كيدي الوقت. بالنسبه للناس اللي كيسولوني كيقول لي عطوني نصائح زعما على لاصال وكشي، غنقول لكم انا خاص مني يعطيني النصائح حاجه من النصائح. المهم بالنسبه لي الفكره ديالي انا شنو هي انك تمشي لاصال وما تفكرش تقول شنو غندير واش غندير. سير لاصال بحال دابا انا كنتريني، ولكن كنتريني بداك كنسميه التعلم البطيء. هذاك اسيدي هو اللي كنديرو مع لاصال. انا كنمشي لاصال ولكن كندير غير ساعه ولا ساعتين، وما كنقويش على راسي وما كنحاولش نتعب راسي كثير بزاف باش ما فهمت باش ما نتعذبش وباش نحاول نحافظ على الريتم. يعني نمشي اليوم غدا طوطوطو هادشي اللي بغيت نقول لكم. المهم الا بغيتي تمشي سير لاصال ونقص سول واش خاصني نجمع النصائح بدا نعرف نتريني، واخا ما تكونش كتعرف واخا ما تكونش كتسير لاصال، ومن بعدها غتولي تعرف كلشي. مني رجعت من لاصال ضربت واحد النعسه خايبه، نعس بعد لاصال خايب بزاف. سو شنو درت؟ خرج دابا ودابا جاني الجوع. عرفتي يلا لقيتوني تلاقيت مع واحد بريطانيا تبارك الله عليها واعره بزاف. واو خساره حشمات تبان في الكاميرا دابا، ولكن قالت لي نتلاقاو من بعد ان شاء الله. عطيتها الكونتاكت ديالي وداكشي، غتبقى في الشاور 4 ايام. واو لونغلي ديالها وداكشي تبارك الله. هذوك الانجليزيين عندهم واحد لونغلي فيه. What you say an hour I say my soul. عندهم واحد لونغلي تحس بها ديك النبلاء ولا ما عرفتش. شوفوا انت سيدي الجو هنا كي داير. غنبين لكم ديك السانسيت اللي كتشوفوا ليه، راه غندير بينها يا
عندك الجابون باكيني باكيني تصوروا تما يا يلا غير جيه كل دابا يقصي جاني جوع بزاف وجيت نقصي يا اوكي من نرجع الدراهم لكم شي حاجه صافي شوفوا دابا لي احسن حاجه ممكن كنا ناكلو ناكل هاد البريوات ومعاهم هاد لافوكا بالموز لذي ان شاء الله غادي نتلاقى مع واحد البروفيسور كيقري في نيويورك كيقري المات وفي نفس الوقت كأستاذ ديال البريك دانس عرفتي هو مع كبير بزاف فلاج ومع ذلك باقي سبورتيف وعرفتي نشاط وفي الشيب ومع ذلك سبورتيف وكي فهمتي عجبني الطاقة فيه الطاقة وفيه الحيوية ونشطني وفي الحقيقة قد بقيت كندوي معاه بزاف ما قدرتش تنصور وداك الشيء بقيت كنسمع ليه حيت الكلمات ديالو كانت واعرة بزاف وكان خاصني نسمع منه اش غنقول لكم قلت ليه راه عندي عائلتي حتى انا في اليوتيوب وقلت ليه زعما ما كرهتش نديروا معاك شي انترفيو بحكا وندويو معاك وهادي 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 هادي قال لي اوكي نقدروا نديرو وغدا ان شاء الله غادي نتلاقى معاه اش بغيت نقول لكم خليكم ان شاء الله غدا غنشوفوا ان شاء الله تعرفوا على الامريكان قبل ان شاء الله غدا نتلاقاو معاه اوكي خوتي بلا ما نطول عليكم يلا فلوق ديال اليوم كان رائع جدا لاننا حاولنا نبدلو فيه الجو كدائما اوكي خوتي الحمد لله نهار ديال اليوم كان مبيش المهم غدا غيكون احسن ان شاء الله نقول لكم يلا تشاو تشاو شو الناس باقين كيديروا هنايا كي صبنا حوايج هنايا اوه